نهار رئيس مدير عام شركة الدراسات والتنمية السوسة الشمالية. هي في الواقع هي يوم تحسيسي على النظافة في مرسى القنطاوي والحماية المحيط. هي كما شفتوا عملية معناتها منظمة من طرف شركة الدراسات والتنمية السوسة الشمالية بالتعاون مع الديوان الوطني السياحة والدائرة البلدية متاع القنطاوي وأيضا المجتمع المدني والأساسيون فيل اللي هي معنا في العملية هذه. هي تدخل في هي نقطة انطلاق الاستعدادات معناتها الاستعدادات للموسم السياحي اللي هو على الأبواب. بديناها بالحملة هذه معناتها بالعملية هذه. هي عملية باش تستمر حتى نهاية الموسم السياحي.